والسؤال الثاني السؤال الثاني افضل صلاه انا جالس افضل متربع ولا جالس نفس جلوس السجود الجلوس هذا على الركبتين كذا؟ طيب شكرا. واما السؤال الثاني يقول الجلوس هل اجلس متربع او جلوس متصلي؟ اذا صليت جالسا لعذر في الفريضه فانت بالخيار وتتبع الاسهل عليك من متربع او جاء مفترشا كحاله الصحيح. نعم.